بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم المعلمه مرتضى حميد من المدرسه الفلسطينيه في الدوحه قطر. سنتناول اليوم لطالب الطلاب الصف التاسع درس المجاعات. رح نتعرف بدايه على مفهوم المجاعات ومن ثم اسباب المجاعات والنتائج المترتبه عليها والجهود الدوليه التي تبذل لمكافحه مشكله المجاعات في العالم. فدعونا بدايه نتعرف على مفهوم المجاعات. ما المقصود بالمجاعات؟ مفهوم المجاعات: تعرف المجاعات بأنها النقص الشديد والحاد في المواد الغذائية الضرورية اللازمة لحياة السكان وعدم قدرتهم على الحصول عليها في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة. إذن عدم قدرة السكان الحصول على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لحياتهم، وعدم أيضا قدرة الدولة على توفير المواد الغذائية اللازمة للسكان، مما أصبح الدولة تعاني من مشكلة المجاعات. نتعرف الآن على الأسباب الرئيسية لحدوث مشكلة المجاعات في العالم. من هذه الصور يمكن لنا أن نستنتج الأسباب الرئيسية لحدوث مشكلة المجاعات في العالم. فالصورة الأولى تمثل جفاف للأراضي الزراعية، ويعود سبب جفاف هذه الأراضي الزراعية إلى الانحباس في الأمطار وتدهور كمية سقوط الأمطار من فترة زمنية لأخرى. الصورة الثانية تمثل الجراد. الصورة الثالثة تمثل مشكلة التلوث البيئي في العالم. والصورة الرابعة تمثل مشكلة الحروب. من خلال هذه الصور نستنتج أسباب المجاعات التي يمكن تصنيفها إلى صنفين: أسباب طبيعية وأسباب بشرية. نبدأ الآن بداية في الأسباب. إذا تعرضت كثير من العالم منذ القدم وحتى يومنا الحاضر لمشكلة المجاعات، وتعود أسباب مشكلة المجاعات لنوعين من الأسباب: الأسباب الطبيعية وأيضا الأسباب البشرية. الأسباب الطبيعية نلخصها بثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول الجفاف، رح نتعرف على الجفاف. السبب الثاني موجات البرد والصقيع، وأيضا الآفات الزراعية. الأسباب الطبيعية معرفها هي الأسباب أو العوامل التي لا دخل للإنسان فيها، وهي تؤثر عليه بصورة مفاجئة. قد يتنبأ الإنسان بها لكنه في نفس الوقت لا يستطيع مكافحتها أو منعها. من أهم هذه الأسباب، أول سبب مشكلة اللي عندنا الجفاف. يحدث الجفاف نتيجة لانحباس الأمطار، يعني عدم سقوط الأمطار بانتظام وبكميات مناسبة على المدار العام، ونقص معدلاتها عن الطبيعي بشكل كبير، ويؤدي ذلك إلى تعذر الزراعة وتلف المحاصيل الزراعية والمراعي ونفوق الحيوانات أي موتها بسبب قلة المياه، تفشي الأمراض وانتشار أيضا الأوبئة. ومن الأمثلة على ذلك المجاعات التي تشهدها بعض الدول في قارة أفريقيا، ومن هذه الدول هي قارة إثيوبيا والسودان والصومال. فهذه الدول هي أهم الدول الأفريقية التي تعاني من مشكلة المجاعات، لإثيوبيا والسودان والصومال. ننظر الآن إلى خريطة العالم ونحدد الموقع الجغرافي لهذه الدول. أولاً السودان من وسط قارة أفريقيا وإثيوبيا، وهنا الصور. إذن الصومال، إثيوبيا، السودان من الدول الأفريقية التي عانت منذ القدم وتعاني في الوقت الحاضر من مشكلة المجاعات، ويعود السبب في ذلك إلى انحباس الأمطار وتذبذب كمية سقوط الأمطار من فترة زمنية إلى أخرى، فأدى ذلك إلى انتشار الجفاف وتدهور الأراضي الزراعية وعدم قدرة هذه الدول على إنتاج المحاصيل الزراعية، وعدم قدرتها أيضا على توفير ما يحتاج إليه السكان من الموارد الغذائية، فأدى ذلك إلى انتشار مشكلة المجاعات في هذه الدول. إذا هذه الصور توضح لنا مشكلة الجفاف في القارة الأفريقية. الجفاف وعدم سقوط الأمطار وقلة سقوط الأمطار عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى جفاف التربة الزراعية والأراضي الزراعية، فتصبح التربة جافة ومفككة وغير صالحة للإنتاج الزراعي، فهذا يؤدي إلى قلة الإنتاج الزراعي، ومن ثم قلة الموارد الغذائية المتوفرة في الدولة. تصبح هذه الدول تعاني من المجاعات بسبب اللي هي السبب الرئيسي لمشكلة الجفاف.
سريع. تتعرض بعض الدول احيانا لحالات من الانجماد الناتج عن الانخفاض الشديد في درجات الحراره، وايضا للصقيع وتساقط الثلوج، وهذه الظواهر تؤدي والبرد ايضا وتؤدي الى هلاك المحاصيل الزراعيه من خلال انه الصقيع يعمل على تجمد العصاره الداخليه الموجوده في المحاصيل الزراعيه، ويؤدي ذلك الى ذبول هذه المحاصيل الزراعيه ومن ثم اصفرارها وموتها وهلاكها. وايضا تساقط الثلوج على الاشجار وبالتحديد على اغصان الاشجار يؤدي الى تكسر هذه الاغصان ومن ثم تحطم الاشجار بفعل تراكم الثلوج كما حدث في فلسطين في شباط عام 1951. السبب الثالث الآفات الزراعية التي تتعرض لها الأراضي الزراعية. فالآفات الزراعية تعمل على تدمير المحاصيل الزراعية المزروعة مثل غزوات الجراد التي تهاجم بعض المناطق الزراعية وبعض الأراضي الزراعية في أفريقيا، والتي تؤدي ويؤدي الجراد بدوره إلى تدمير هذه المحاصيل الزراعية، ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في فلسطين عام 1916. هذه صور تمثل لموجات البرد والصقيع كيف تؤثر تعمل على تدمير الأشجار والأغصان، وهنا صورة لانتشار الجراد. الأسباب الأخرى الرئيسية والتي تسبب المجاعات بالعالم هي أسباب بشرية، وتتلخص بضعف التعاون الدولي في العالم، الاستعمار، الحروب، سوء استخدام الإنسان للبيئة، وأيضا استغلال الموارد البيئية الطبيعية الموجودة في البيئة. سنتناول هذه الأسباب بالتفصيل. بداية رح طبعا الأسباب البشرية المقصود فيها هي الأسباب التي يفتعلها الإنسان ويكون السبب فيها هي ممارسات الإنسان الخاطئة التي قد تساهم في انتشار مشكلة المجاعات في العالم. إذا حكينا الأسباب المجاعات تصنف لصنفين، أسباب طبيعية وأسباب بشرية. الأسباب الطبيعية لا دخل للإنسان فيها، أما الأسباب البشرية أو الظواهر البشرية هي الإنسان بيكون هو المسؤول الأول عن حدوث هذه الأسباب والتي قد تؤدي بالنهاية إلى انتشار مشكلة المجاعات في العالم. أول هذه الأسباب البشرية الحروب. عند اندلاع الحروب في أي منطقة جغرافية تؤدي الحروب إلى انعدام الأمن والاستقرار، حيث تؤدي انتهاكات القوات المتحاربة في منع وصول المواد الغذائية للسكان المنكوبين في المناطق التي تعاني من الحروب، كما حصل في الحرب العالمية الأولى عندما منع الأسطول البريطاني حركة الاستيراد والتصدير من موانئ بلاد الشام. فعدم وصول المواد الغذائية إلى السكان في الدول التي تعاني من الحروب يؤدي ذلك إلى انتشار المجاعات. السبب الآخر من الأسباب البشرية وهو الاستعمار. فالسياسة الاستعمارية التي تقوم في العالم تقوم على نهب الخيرات في المستعمرات وربطها به وتكريس الفقر والجهل والمرض، وبالتالي يؤدي ذلك لانتشار سوء التغذية والحروب الأهلية بين السكان، وبالتالي انتشار مشكلة المجاعات في هذه الدول. السبب الثالث من الأسباب البشرية وهو ضعف التعاون الدولي. بالرغم أنه في هناك جهود مبذولة تبذلها الأسرة الدولية للحد من المجاعات، لكن هذه الجهود لا زالت دون الحد المطلوب وغير كافية، فيجب على المجتمع الدولي أن يضاعف هذه الجهود من أجل حل مشكلة المجاعات التي تعاني منها دول مختلفة في العالم في الوقت الحاضر. السبب الرابع سوء استخدام الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية. سوء استخدام الإنسان للغابات والتربة والأسماك والطيور والنفط والغاز والمياه الجوفية والتي كلها تعتبر موارد طبيعية، يؤدي سوء استخدامها بكثرة إلى استنزاف هذه الموارد وظهور كثير من المشكلات البيئية، من بينها مشكلة التصحر الناتجة عن مشكلة الجفاف، مشكلة الاحتباس الحراري، مشكلة أيضا التلوث البيئي والتي أصبحت تهدد البشرية على كوكب الأرض، وأصبحت هذه المشاكل لا تقتصر على دولة معينة وإنما تعاني منها معظم الدول في العالم. إذا هذه صور
لمعاناة بعض السكان في بعض الدول في العالم الناتج عن الحروب مثل مخيم اللاجئين السوريين في الأردن، فهم يعانوا من نقص في المواد الغذائية. هون صورة لمستشفى صومالي أيضا في نقص بسبب الحروب، وعندنا هون عيادة متنقلة في حلب، وقلة مياه الشرب وسوء التغذية أيضا في اليمن بسبب الحروب. إذا هذه الصور اللي هي بسبب الحروب. ننتقل الآن إلى الآثار السلبية المترتبة على المجاعات، لكن قبل ما نتكلم عن الآثار السلبية لنسترجع معا الأسباب الرئيسية لحدوث المجاعات في العالم. إذا نصنف الأسباب الرئيسية لحدوث المجاعات في العالم إلى صنفين: طبيعية، أسباب طبيعية وأسباب بشرية. الأسباب الطبيعية تتلخص في الجفاف اللي هي قلة سقوط الأمطار، السبب الثاني موجات البرد والصقيع وأيضا الثلوج، والسبب الثالث انتشار الآفات الزراعية وخاصة الجراد. أما العوامل البشرية اللي هي الناتجة عن سلوك الإنسان فهو المسؤول الأول والأخير عن هذه العوامل. السبب الأول الحروب، اثنين الاستعمار، ثلاثة ضعف التعاون الدولي، وأربعة سوء استخدام الإنسان للبيئة واستغلال مواردها الطبيعية. إذا هناك في مناطق كثيرة في العالم تعاني من مشكلة المجاعات منذ القدم وما زالت حتى يومنا هذا. الآن سنتعرف ما هي الآثار السلبية التي قد تتركها مشكلة المجاعات في هذه الدول. من بين الآثار السلبية أولا تفشي الأمراض. تفشي الأمراض تأتي مشكلة تفشي الأمراض نتيجة عن سوء التغذية، فعدم حصول الإنسان على المواد الغذائية الضرورية لبناء جسم الإنسان والكافية يؤدي إلى انتشار أمراض سوء التغذية خاصة بين الأطفال، وأيضا صعوبة الحصول على الماء مثل اليوم الدول الأفريقية التي تعاني من نقص حاد في الحصول على مياه الشرب، فمعظم دول أفريقيا اليوم تعاني من العجز المائي. الآثار السلبية الأخرى ارتفاع معدلات الوفاة وخاصة بين السكان من فئة الأطفال وكبار السن والنساء، كما حصل في مجاعة كوريا الشمالية والتي مات فيها هذه المجاعة قرابة 3 مليون إنسان، وأدت بالنهاية لانتشار الجرائم بسبب عدم قدرة السكان على الحصول على المواد الغذائية اللازمة، وأدي ذلك إلى حدوث مشاكل اجتماعية منها انتشار الجرائم والنهب والسرقة والقتل وغيرها. الآن سنحدد الموقع الجغرافي لكوريا الشمالية. كوريا الشمالية تقع في قارة آسيا وبالتحديد في الجهة الشمالية، وهي هذه كوريا الشمالية هي بأقصى شرق آسيا. كوريا الشمالية تعرضت لمجاعة في الفترة الممتدة بين عامين 1994 إلى عام 1998، وخلال هذه السنوات راح ضحية هذه المجاعة ما يقارب 3 مليون من سكان كوريا الشمالية. نتيجة أخرى لهجرة أعداد كبيرة من السكان، فالدول التي تعاني من المجاعة وتصبح الدولة غير قادرة على توفير ما يحتاج إليها السكان من موارد غذائية يدفع سكانها إلى الهجرة إلى مناطق يتوافر فيها الغذاء. النتيجة الرابعة أو الآثار السلبية الأخرى للمجاعات أيضا إرهاق ميزانية الدولة، حيث تتركز جهود الدولة على تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية الأساسية للسكان، وقد تقع الدولة التي تعاني من المجاعات تحت طائرة المديونية، فتضطر إلى أخذ قروض مثلا من الدول الغنية، دول أجنبية أو من البنك الدولي، فهذا يضعها دائما تحت طائلة المديونية، وبالتالي راح يؤدي ذلك إلى التبعية السياسية والاقتصادية لهذه الدول الأجنبية بسبب هذه المساعدات. ففي حين الوقت ميزانية الدولة يجب أن تكون من أجل تحقيق النمو وتطور الاقتصادي لهذه الدول، لكن بسبب مشكلة المجاعات تكون ميزانية الدولة تتركز بشكل رئيسي على تأمين المواد الغذائية للسكان. إذا لدينا مشكلة المجاعات في العالم منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. الآن نتساءل كيف يمكن لنا أن نواجه هذه المجاعات؟ ما هي الحلول المقترحة التي يمكن من خلالها حل مشكلة المجاعات في الدول التي تعاني منها؟
التي بذلت على الصعيد العربي من أجل حل مشكلة المجاعات، أولاً أنه جامعة الدول العربية عملت على إنشاء المنظمة العربية للتنمية، وهذه المنظمة العربية للتنمية تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تنمية عربية زراعية لمواجهة المشكلات الزراعية في الدول العربية ونقص إنتاج بعض الموارد الغذائية في الوطن العربي، وأيضاً من أجل معالجة مشكلة نقص المياه في الوطن العربي. والهدف الآخر أيضاً التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. إذاً على الصعيد العربي من الجهود التي بذلت عربياً لحل مشكلة المجاعات إنشاء المنظمة العربية للتنمية، وتهدف هذه المنظمة إلى تحقيق تنمية عربية زراعية لمواجهة المشكلات الزراعية ونقص المياه الذي يعاني منها الوطن العربي، هذا الهدف الأول. والهدف الثاني التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية الدولية ذات العلاقة في حل مشكلة المجاعات. ننتقل الآن إلى الصعيد الدولي. ما هي الجهود التي بذلت على الصعيد الدولي لحل مشكلة المجاعات في العالم؟ هناك منظمات دولية تسعى دائما إلى إيجاد حلول لضحايا المجاعات في العالم عن طريق تقديم المساعدات الدولية، ومن هذه المنظمات الدولية منظمة الفاو، وهذه المنظمة منظمة الفاو تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة فاو، وهي اختصار اسمها جاء اختصار من Food and Agriculture Organization، من Food أخذوا الF، Agriculture A، والorganization O، وصار اسمها اللي هي منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وهذه المنظمة تسعى إلى إيجاد دائما حلول لمعالجة مشكلة المجاعات في العالم. أيضا على الصعيد الدولي أيضا أهداف أخرى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اللي هي الفاو تهدف أيضا إلى التوسع في التنمية الزراعية. التوسع في التنمية الزراعية يكون من خلال إيش؟ من خلال تنفيذ مشاريع زراعية، من خلال التوسع بالأفقي بالزراعة، التوسع الرأسي بالزراعة، زيادة معدل الإنتاج، استخدام الأساليب العلمية الحديثة بالزراعة من أجل زيادة معدلات الإنتاج الزراعي حتى يقللوا من مشكلة المجاعات. وأيضا الأهداف أخرى التنقيب والبحث عن مصادر المياه خاصة في الدول التي تعاني من مشكلة العجز المائي، والبحث عن مصادر مياه للمياه الجوفية لحل مشكلة العجز المائي خاصة بقارة أفريقيا، مقاومة ومعالجة مشكلة التصحر التي تعاني منها أكثر شيء قارة أفريقيا، وأيضا مشكلة الجفاف، ضبط معدلات النمو السكاني بحيث تكون معدلات النمو السكاني تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي وإنتاج الغذاء، يعني أن يكون هناك ضبط في معدلات النمو السكاني بالتقليل من معدلات النمو السكاني التي تعاني منها القارات النامية، وبالتحديد قارة أفريقيا وآسيا، وبالتحديد أكثر قارة أفريقيا هي القارة الأكثر التي تعاني من المجاعات في العالم، بحيث يكون هناك توافق بين معدل النمو السكاني وبين معدل إنتاج الغذاء، وألا يكون هناك في فجوة بين معدل النمو السكاني وإنتاج الغذاء، لأنه إذا كان هناك فجوة بين معدل النمو السكاني وإنتاج الغذاء ستصبح الدولة غير قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان، ومن ثم تصبح تعاني من مشكلة المجاعات. أيضا هناك عديد من المنظمات الدولية أخرى ساهمت في حل مشكلة المجاعات على مستوى العالم، من بين هذه المنظمات الدولية هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أيضا الهلال الأحمر، وأيضا منظمة اليونيسف. وهذه المنظمات جميعها تقدم مساعداتها العاجلة والطارئة في الدول التي تعاني من المجاعات في المناطق المختلفة، وخاصة المناطق التي تتعرض للحروب في العالم، أو المناطق التي تتعرض للحصار، أو أي مناطق صار في عندها كوارث طبيعية مثل فيضانات، زلازل، براكين. بنلاحظ أن هذه المنظمات الدولية تقدم مباشرة بعد حدوث هذه الكوارث الطبيعية مثلا مساعداتها العاجلة والطارئة وتوفير ما يحتاج إليه السكان في هذه المناطق المنكوبة من موارد غذائية. واليوم حل مشكلة المجاعات على مستوى العالم هي مسؤولية مجتمعية، يجب أن يتحمل مسؤوليتها الإنسان.
وهي بالنهاية نظرة أخلاقية يجب أن يتحلى بها كل فرد في الدولة الواحدة، وأن يكون هناك تكافل وتعاون بين أفراد المجتمع الواحد داخل الدولة، وأن يكون التعاون أيضا بين الدول المختلفة على مستوى العالم للحد من مشكلة هذه المجاعات في العالم، وأيضا من أجل تقديم المساعدة لضحايا هذه الكوارث على مستوى العالم. إذا المنظمات الدولية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، واليونيسف التابعة للأمم المتحدة، هذه المؤسسات الإقليمية والدولية التي تسهم في الحد من المجاعات والأمراض في العالم. منها على الصعيد العربي حكينا أن جامعة الدول العربية اللي هي قامت بتأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية لحل مشكلة النقص في إنتاج المواد الغذائية في الوطن العربي. وأيضا عندنا على مستوى الصعيد الدولي في هناك مؤسسات ومنظمات دولية لمعالجة مشكلة المجاعات والأمراض في العالم، منها منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، وأيضا اليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن فروعها جمعية الهلال الأحمر مثلا في فلسطين، عندنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضا فروعها الصليب الأحمر كمان اللبناني مثلا. وبذلك نكون قد أنهينا درس المجاعات لطلاب الصف التاسع. شكرا لمتابعتكم ودمتم سالمين. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في درس آخر.